شيل الطوبة دي يا محمد. اه كده سلام. شرس وكلب جات له حاله هستيريا والكلب مقاتل وعرض بتاع 6-7 انفار وطلع من المكان ورجع المكان تاني. فانا مش فاهم القصه. المهم الكلب الناس بتستغيث والمنطقه في حاله رعب جدا. رايحين النهارده ان شاء الله يشوفوا ايه قصه الكلب الروت ومش عارفين ازاي يمسكوا الكلب ولا عارفين يتعاملوا معاه. وهنروح ان شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير وربنا يسهل الحال ويكرم الجميع. ويلا بينا نروح نشوفوا الكلب. حواوشي برضه عشان جايين. ايه ده حبيبي احمد مايكي؟ طبعا الاخ علاء طبعا. بس يا جدعان والله العظيم لحمه بلدي، ما حدش يقول لحمه يا بوليسي ولحمه جيرمان عشان في ناس بتسيحها. ايوه اصل ما انتوا شغالين في الكلاب. لا عيب عليك. يا مستر خلي بيقول لك ان بيقولوا عليها بس نقعدوا وبعد كده ايه نكملوا بقى. انتوا بقى هنضربوا ساندوتش، هنضربوا هنجيبوا لعيبين. وطبعا لازم قبل ما نعمل اي حاجه مالناش دعوه بقى بالايه بالحوادث بالحاجات دي، لازم واحده ايه واحده جميله بقى عشان ما ينفعش. طالما الفيديو عند احمد كوتشي ما ينفعش، لازم كوبليه على طول. هنخلص انا عندي امبارح مالناش دعوه مالناش فيه. هنروحوا نشوفوا حته كده اهو برضو فاهم كده اهو نلفوا ويغنوا. انت عاوزين اعمل ايه؟ يلا بينا. المهم انت اسمعني خدها ممكن معاك في الارض. ما حماده بقى هيقول لنا ايه القصه؟ بيقول لك الكلب شرس. المهم ايه؟ هو ايه حكايه بقى؟ تعالى المهم نقعد هنا. ايه القصه بتاعتك؟ المهم يا بص بص انا جالي تليفون. ما تخافش يا ماما من 4 ايام تمام؟ ناس هنا جيراني في المنطقه قالوا لي تعالى احنا جايبين كلب من صحابه والكلب محطوط في المكان. الكلب ده عور 4 انفار مبهدلهم، مش عارفين يلبسوا له لكمامه ولا عارفين يخرجوا له مكانه ولا عارف اي بني ادم يلمس الكلب، حتى اللي داخل بيحط له اكل بيبقى عايز يموته. وكلب روت، كلب روت يعني 11 شهر 12 شهر سنه، يعني كلب بالغ، كلب بالغ. وان هو مبهد، انا شفت منظر الناس اللي متعوره، الناس متبهدله. طبعا دخلت اتشيك عليها اشوف الدنيا هل ينفع يجي معايا سكه مش عارف ايه الكلام ده. لقيت الكلب مفيش اي رياكشن خالص. الكلب دايما مهايبر، كلب عايز يعض اي حد بيقرب ايده من بقه. دلوقتي بقى عايزنا يعني هنعمله ايه؟ دلوقتي انا محتاج سيادتك تدخل تطلع الكلب من مكانه ونلبسه الكمامه ونديه للناس اللي اشتريته، الناس اللي اشتريته اللي هو عبد الناس اللي هو اللي عبد الناس دي. بص انا املي في ربنا ثم فيك. ربنا كريم. ربنا السلطان. هنروح بقى نشوف قصه الكلب الروبي اللي عامل سعر للناس دي. استاذ علي استاذ علي جماعه صاحب الكلب اللي احنا اتكلمنا عنه، هو المفروض النهارده احمد عايز الكلب يستلمه، هو خلاص دفع فلوس وعاوزه طبعا، مش عارف يكتب بيه، مش عارف يكتب مش عارف يروحوا بيه. فهي دي مشكلته النهارده، الراجل ده معتمد على ربنا ثم علينا،
عشان يجيب الكلب من مكانه ويلبسه الكمامه ويستلمه ويتوكل على الله. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله خير باذن الله. توكل على الله. طب هو جه حتى عمر كده تشيل الطوبة دي يا حمد. اه كده اسمه ده. البس يلا يلا بينا عشان نخرج. يلا يلا بس اهدى بس بس اهدى بس. ماشي ماشي جدع راضي جدع 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 حبيبي جدع شاطر شاطر. بس كده بس بس يلا بينا بس. استنى طبعا قفلة الجنزير احمد عامله له حساسية كبيرة صح؟ ايوه ماشي طبيعي. بهدلاله بس يا حبيبي بس 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 يا بابا بس كده يا احمد. هو ده علي اخر الشارع اخر الشارع. يلا يلا بابا بس بس بس. انا بصور. اه تعالى سلطان.
كده شلتي مولتي يلا ادينا واحده بقى كده عشان نختم الحلقه. انتوا مين انتوا مين؟ انا مش عارفكم. سامحوني سامحوني يمكن مش شايف اصلي. فجاه سمعت عنكم من يومين. انتوا مين انتوا مين؟ عندي التاريخ بتاعكو كله من زمان. عن دغري ارجى لحد فيكم كان جمال. عندي التاريخ بتاعكو كله من زمان. عن دغري ارجى لحد فيكم. ولا سلطان ونهاية حلقتنا النهارده. نرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا. ولان هو سدادي وسدادي بقى بتاع الكلام ده. والى اللقاء في الحلقه.